الخير، بنرحب حضراتكم معانا في لقائنا المتجدد مع من القاهره ومتابعات وتغطيات ووقفات حواريه ايضا حول يعني قراءات مختلفه بالتاكيد واكثر قربا للمشهد سواء على صعيد الفلسطيني او على صعيد المواجهه الاسرائيليه الايرانيه الاخيره، اضافه الى فقراتنا الاخباريه المتنوعه اللي بتتواصل مع حضراتكم على شاشه قناه النيل الاخبار من دلوقتي وحتى ما يقارب منتصف ليل القاهره مع ابرز العناوين. رئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين. وزير الخارجية سامح شكري يقول إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ما زالت مستمرة. كما نتابع من عناويننا بعد الضربة الإيرانية لإسرائيل تصاعد التوتر في المنطقة وتحذيرات من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وأيضا قراءة للانقسامات الحادثة في الداخل الإسرائيلي حول الرد الإسرائيلي المرتقب على التصعيد الإيراني. اهلا بكم مجددا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات الخارجيه الروسيه سيرجي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامه اللواء عباس كامل، وتناول الاجتماع تطورات الاوضاع الاقليميه وعلى راسها سبل تحقيق الاستقرار بمنطقه الشرق الاوسط في ظل الازمه الراهنه في قطاع غزه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزاهة فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال مستمرة، لم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشأنها بشكل دائم. وقال شكري في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية الإخبارية إن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن حتى أن يستمر على المدى القصير بسبب الوضع الحالي في إطار المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددا على ضرورة حله في أقرب وقت ممكن. وشدد شكري على أنه من واجب إسرائيل بوصفها القوة المحتلة توفير الأمن للمدنيين الفلسطينيين وتجنيب النزوح، لأن النزوح يعد جريمة حرب. المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. تحية لك سيادة السفير. أهلا بك وسادة المشاهدين. نقرأ بالتأكيد كثير من الرسائل المصرية المهمة في إطار ما أفاد به وزير الخارجية سامح شكري حول ما ينبغي على إسرائيل فعله وخطورة الوضع الراهن في قطاع غزة. متابعتكم سيادة السفير. يعني ده مهم للغاية، لأن حاليا الإعلام الغربي والإسرائيلي بيحاول أن هو يستخدم العملية التي قامت بها إيران، وهي عملية محدودة ومحسوبة هو في إطار قواعد الاشتباك، يحاول أن يغطي بها. والحديث عن رد الفعل الإسرائيلي وهذا الكلام يغطي على ما يحدث في قطاع غزة وعلى الجرائم الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة، بحيث أنه هو يبقى فيه نوع من
التوازن أو الابتعاد عن القضية الأساسية الآن في الشرق الأوسط وهي العدوان الإسرائيلي والانتهاك لكل حقوق الإنسان. وكما أشار الوزير سامح شكري لابد أن تستمر المفاوضات لأن العمليات القتل مستمرة، عمليات الهدم مستمرة، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وحرق مزارعهم وتدمير سياراتهم وممتلكاتهم ما زالت مستمرة. فبالتالي إسرائيل ليست دولة فوق القانون حتى تقوم بالتهجير القسري وتجويع. وعلى فكرة يعني ده تصريح لأحد وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي، والحقيقة تصريح لافت أيضا لوزير الخارجية يعني أن النزوح في حد ذاته هو جريمة حرب، يعني يجب أن تنأى إسرائيل بارتكاب مثل هذه الجريمة وأن تقوم بدورها كقوة احتلال في حفظ الأمن للمدنيين الفلسطينيين. ما يعني كيف تقيمون ذلك؟ يعني هو في قوانين الحرب قوة الاحتلال عليها مسؤوليات. أول مسؤولية هي ضمان السلام المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر وعدم يعني تدمير ممتلكاتهم بلا مبرر لأن هذا لا يدخل في الحرب. أيضا تدمير المستشفيات وتدمير المدارس، كل هذا هدفه هو التهجير القسري، يعني جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة. ولذلك الإصرار الفلسطينيين في قطاع غزة على عدم الخروج ده بيؤزم إسرائيل وجعلها تتمادى. أولا زي ما أنا كنت هشير أن وزير مجلس الحرب أيزنكوت قال أن إسرائيل ستستخدم الإنفاذ أو الإمدادات بالأغذية والمساعدات الإنسانية وسيلة للضغط على حماس وعلى الإسرائيليين. فهنا يعني ده وسيله زي ما قال جوتيريش الامين العام للامم المتحده وكل المنظمات الدوليه اللي بتعمل في قطاع غزه. ويبدو ان اسرائيل سيادة السفير اخ احمد حسن يعني لا تكتفي بهذه الفاتوره الباهظه التي تسببت فيها من الضحايا من الشهداء والمصابين من المدنيين الفلسطينيين الابرياء، تمضي قدما في بناء المستوطنات، في سياسات التكدير على الفلسطينيين بشكل عام، وربما ايضا التلويح ما بين الحين والاخر باجتياح رفح الفلسطينيه، اضافه الى تصعيدها على اكثر من جبهه، تجدر الاشاره الى ما يحدث على الجبهه الاسرائيليه الايرانيه ايضا. يعني اسرائيل انتهزت هذه الفرصه وقررت بناء 3700 مستوطنة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية. يعني تحدي بالرغم ان في قرار من مجلس الامن ان هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي وغير شرعية. ايضا بالنسبة ل يعني تحديد من يذهب الى صلاة في المسجد الاقصى في ايام الجمعة والاعياد، وشفنا ده في عيد الفطر، فهنا ده ايضا انتهاك لحقوق الانسان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني. وهي كدولة مستعمرة لا يجب أن يكون هناك تفرقة في الأديان بين الكبار والصغار، وإنما عليها أن تسمح لهم بممارسة الديانة. أيضا بالنسبة لتوصيل الأغذية، يعني الآن المفروض حسب قرار مجلس الأمن 27/20 أن لابد من أن تصل الأغذية بكميات كافية، وكانت بالأمس المسؤولة عن عملية توصيل الأغذية وإعادة الإعمار اللي هي سيجرد كاخ بتقابل وزير خارجية أيضا سامح شكري عشان تشرح له الصعوبات والعقبات التي تضعها إسرائيل وكيف التغلب عليها. وللأسف واللافت سيادة السفير أن أفق المفاوضات بين الجانبين متعثر، يعني في وقت يعني ليس لدينا فيه رفاهية الانتظار، يعني بعد تعاظم حصيلة الضحايا ووصول الحرب الإسرائيلية أو مقاربة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى اليوم 200، ما المطلوب الآن؟ يعني متى يحرك المجتمع الدولي ساكنا؟ حتى لما بيحدث بعض الحركات النسبية يعني يبقى الوضع على ركوده ولا نلمس يعني إيصال المساعدات بالشكل الواجب أو حلحلة في يعني ملف تبادل المحتجزين أو عودة النازحين الفلسطينيين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتتحمل جزء كبير جدا، أولا باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن ووافقت على قرار وقف إطلاق النار أو امتنعت عن التصويت عنه. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأساسي لإسرائيل والتي تستطيع أن تضغط عليها. بينما نجد ان وزير الخارجيه الامريكي بلينكن في مؤتمر صحفي يوم 9 ابريل الحالي مع وزير خارجيه بريطانيا يقول صراحه ان حل الازمه على حماس ان تلقي السلاح
وتستسلم. نعم. نفس المطلب الإسرائيلي. فهي إسرائيل تريد أن تتصرف كدولة منتصرة. منتصرة على من؟ على شعب. على ناس يعيشون في حياة بائسة ولا يجدون ما يقتاتون به، لا علاج ولا أدوية ولا وقود ولا إلى آخره. فهنا ده يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء كبير من هذا، خاصة وأنها يعني ركن أساسي في الوساطة وفي المفاوضات مع من أجل التوصل إلى وقف الإطلاق النار. فهنا عليها مسؤولية وعليها أن تضغط على إسرائيل للخروج من هذه الدائرة الجهنمية. المساعدات ماضية قدما عبر المنافذ، تحديدا عبر معبر رفح وكرم أبو سالم يعني، ومصر الحقيقة تدلو بدلوها، ربما تتحمل يعني ثلثي وأكثر من ذلك يعني من المساعدات والإغاثات الواجبة المقدمة إلى الأشقاء الفلسطينيين. ما المنعطف الجديد ربما يعني ممكن أن تثمنونه حتى يكون هناك بعض الحلحلة يعني في هذا الملف تحديدا، وهو إيصال المساعدات وعدم فصله بين شق آخر بالغ الأهمية، وهو إلزام الدول والمستمرة للأسف في إيصال الدعم العسكري إلى إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة؟ يعني كما مطلب الدول الأوروبية والأغلبية العظمى من دول العالم أن تفتح جميع المعابر وأن لا توضع عقبات مصطنعة. يعني إسرائيل تقوم بعملية تفتيش ممتدة لساعات طويلة بلا مبرر. أيضا بالنسبة لبعض السلع، تقول إن هذه السلع تستخدم لأغراض متعددة، بمعنى أنها ممكن تستخدم لأغراض حربية وبتعيدها مرة أخرى. يعني على سبيل المثال النهاردة ما دخلش أكثر من 180 أو 170 شاحنة، بينما المفروض يدخل على الأقل 500 شاحنة. فهنا مطلوب منها فتح جميع المعابر. إسرائيل لا تفعل هذا، لأن كما ذكرت من قبل أنها تستخدم سياسة التجويع للضغط على الشعب الفلسطيني ليخرج من غزة وعلى حماس وحركة الجهاد الإسلامي حتى تستسلم للشروط والمطالب الإسرائيلية. أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي بمنع نتنياهو من صرف الانتباه عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران، كما أكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أدالينا بيربوك أن الأولوية الآن هي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومراعاة الظروف الإنسانية الكارثية. أكثر من 6 أشهر قتل حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني، دمر حوالي 70% من البيوت، أدى إلى تهجير 1,700,000 فلسطيني من بيوتهم ليعيشوا الآن في مخيمات لا تمتلك أدنى مقومات الحياة. الأولوية هي أن نوقف هذه الحرب، أن نوقف المجاعة التي والظروف الإنسانية الكارثية التي تسبب، وأن نبدأ بجهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. كلنا ضد التصعيد، التصعيد خطر علينا جميعا. من جانبها دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على المسيرات الإيرانية هذه التكنولوجيا، وذلك عقب هجوم طهران نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل. وشددت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في برلين على ضرورة منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وعدم الانجرار للمزيد من التصعيد، كما أكدت بيربوك ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحة أن برلين ستعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة من أجل إيصال المساعدات. هذا ومن المقرر أن تصل بيربوك في وقت لاحق اليوم إلى إسرائيل للتعبير عن تضامن بلادها مع تل أبيب في أعقاب الهجوم الإيراني. أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن المنظمة الأممية ستوجه غدا الأربعاء نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام 2024.
أوضح المسؤول الأممي أن الخطة الإنسانية للعام الجاري قدرت بداية بأربعة مليار دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية. ينضم إلينا المزيد من المتابعة مباشرة من الناصرة دكتور سهيل دياب الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور سهيل، تحية لك. تحياتي لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. كيف يبدو بالنسبة إليكم السيناريو الأكثر ترجيحا، يعني وما الذي تحمله الأيام المقبلة بعد ما تبعناه من تصعيد إسرائيلي دؤوب ومتواصل في العدوان الإسرائيلي الحادث في قطاع غزة، إضافة إلى التلويحات الإسرائيلية بالتصعيد على أيضا جبهة رفح الفلسطينية، وأيضا يعني بالتأكيد ما تبعناه على مدار الأيام القريبة الماضية من تصعيد على الجبهة الإسرائيلية الإيرانية، وبالتأكيد يعني ثمة قواسم مشتركة بين الملفين الساخنين. يعني باختصار شديد والجامع بين كل هذه الملفات أن حكومة نتنياهو تسعى إلى التلاعب ما بين الملفات من أجل مواصلة هذه الحرب وأن لا تهدأ الأحوال. يعني نراه طورا يتحدث عن اجتياح رفح وطارة لتصعيد مع حزب الله، ومؤخرا في حرب مفتوحة مع إيران ورد على الرد وما إلى ذلك. كل ذلك من أجل التلاعب بكل هذه الملفات والانتقال من ملف إلى آخر عندما يصبح عنده مأزقا في ملف معين، ولكي لا تبدأ الأمور تهدأ يأخذنا إلى ملف آخر. رأينا ذلك عندما وصل إلى مأزق كبير في قطاع غزة وعلق بالوحل الغزي، بدأ يهدد برفح ويعرف أن هذا الأمر يعني غير مقبول من جميع النواحي، ليس فقط من حيث المبدأ وإنما أيضا من حيث اللوجستية الموجودة. وعندما ضاق حاله بهذا الملف ذهب إلى الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني مع حزب الله، وبدأ يصعد هناك وبدأ يقوم بخطوات واغتيالات وما إلى ذلك. نعم. وبعد ذلك إلى إيران، ويتضح رويدا رويدا أن العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لم يكن له حتى على مستوى المجتمع الإسرائيلي أي مبرر مهني أو حاجة أمنية إسرائيلية محضة، وإنما بالأساس جاءت لتخدم هذه الحكومة ومن يقف على رأسها بنيامين نتنياهو. في ظل قيادة بنيامين نتنياهو، يعني تلويحات إسرائيلية سابقة وراهنة وربما مستقبلية بالتصعيد سواء في رفح الفلسطينية أو مع الجانب الإيراني، وإسرائيل بالفعل يعني على صعيد المواجهة مع إيران هي تتوعد بالرد بعد يعني الهجوم بمسيرات وصواريخ من قبل إيران التي استهدف يعني أهدافا إسرائيلية بشكل غير مسبوق عما كان يعني بمبشرياته. يعني هل يمكن الفصل بين الأقوال الإسرائيلية والأفعال الإسرائيلية، وأن كل ذلك يقرأ في سياق التلويح فقط واستعراض القوة لكنه لن يتطور إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع فلسطينيا وإيرانيا؟ حقيقة لا نستطيع أن نقول أن الأقوال لا تتحول إلى أفعال ما عدا في التلويح باجتياح رفح. ما عدا ذلك كل القضايا الأخرى هو فعل ومن ثم بدأ يفسر ما فعل. ولنأخذ الثلاثة أمثلة الأخيرة، يعني عملية الاغتيال في القنصلية الإيرانية هو فعل وبعد ذلك بدأ يفسر لماذا. عندما نأخذ القصف وقتل العمال الإغاثة في المطبخ الدولي هو فعل، وعندما تم اغتيال، والمثل الثالث عندما تم اغتيال أبناء وأحفاد إسماعيل هنية هو فعل ومن ثم بدأ يفسر. لذلك يعني المسألة الأساسية سواء يقول ولا يفعل أو يفعل ولا يقول أو يقول ويفعل معا، نعم، الهدف هو واحد.
كيف يريد نتنياهو أن يبقي هذه الحرب قائمة بهذا الملف أو ذاك الملف بهذا الشكل أو ذاك الشكل، نعم، وأن لا يصل إلى نهايته المحتومة وهي النزول عن المسرح السياسي شخصيا وسياسيا. وصلت الفكرة في هذه الجزئية. فيما يتعلق بموقف الداخل الإسرائيلي، يعني رأيناه على مدار الأيام القريبة الماضية هناك يعني انقسام حول ما سيكون عليه الرد الإسرائيلي إزاء التصعيد الإيراني باتجاه إسرائيل. هل يستقيم هذا الانقسام وهذا الاختلاف في الرؤى سواء داخليا أو في القيادة الإسرائيلية إزاء المرتقب من أداء إسرائيلي وتحديدا فيما يتعلق بالاجتياح البري لرفح الفلسطيني؟ هذه المرة هذا الانقسام ينطوي ليس على مواقف ائتلاف ومعارضة أو مواقف جيش مقابل سياسة أو انقسامات على هذا الأساس، وإنما بالأساس يعبر عن عدم الثقة وزعزعة الثقة بالنفس للخطوات التي اتخذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة خاصة منذ 7 أكتوبر حتى الآن. والنقاش يجري على أنه كنا نقدر على سبيل المثال أن وكانت تقدر كل المؤسسات الإسرائيلية بأنه لن يكون أي يعني هجوم من الجنوب من غزة من حماس إلى آخره، وأن حماس هو والمقاومة الفلسطينية مردوعة. يتضح ب 7 أكتوبر أن كل هذه التقييمات باءت بالفشل. عندما كانوا يحضرون بالفترة الأخيرة للعدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق، كانت كل التقارير تقول أن إيران ستبقى في حروب الظل، لن تدخل هجوما مباشرا، وأن كل الدلائل تشير إلى ذلك، فهي ستسكت على ذلك لاحقا. اتضح أن هذا الأمر ليس صحيحا، وكل المواقف وعديد من المواقف العسكرية في العدوان على قطاع غزة توقعوا وفكروا إذا دخلنا خان يونس سنحسم المعركة، ولم يحدث ذلك. حتى اليوم على سبيل المثال في الشمال قطاع غزة ببيت حنون اللي احتلوها أول مكان، هناك يعني إطلاق نار متبادل، وما زال هناك العديد من المعارك الموجودة وأدخل الجيش الإسرائيلي قوة عسكرية إضافية. ماذا أردت أن أقول؟ أن هذه الانقسامات، وأستطيع أن أقول ليس فقط انقسامات، هذا التمزق سواء في المجتمع الإسرائيلي وسواء بين النخب الإسرائيلية هو نابع من فقدان الثقة والسقوط في الامتحانات الأساسية التي طالما إسرائيل تغنت بها على مدار السنوات. طب حديثا عن المجتمع الدولي دكتور سهيل، يعني هناك مواقف متباينة يعني إذا صح القول في الفترة الأخيرة، لكن الغالب عليها بالتأكيد أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، و للأسف يعني لم يستثمر امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن بالشكل الذي كان يتوقع البعض. نبقى في ذات المربع من عدم تفعيل عقوبات حقيقية أو إلزام حقيقي ومسؤولية لإسرائيل على أفعالها الوحشية في قطاع غزة. وحتى يعني نجد ألمانيا كنموذج، هي تطالب بإيصال المساعدات، تحذر من اتساع رقعة الصراع، لكنها في ذات الوقت لا تتوقف عن الدعم العسكري لإسرائيل. كيف تقرؤون ذلك؟ أنا أرى أن هناك أمورا جديدة في هذا المجال، وليس كل الأمور كما كانت في السابق. أعطيك المثل الأخير، الرد الإيراني وكيف كان موقف الدول الغربية هذه المرة. صحيح أنه قام تحالفا واسعا بقيادة الولايات المتحدة بهدف بين قوسين الدفاع عن إسرائيل، وكان ذلك ورأينا ذلك ليلة السبت صباح الأحد، ولكن كل هذه الدول وصلت إلى استنتاج أنها لن تكون جزءا من أي تحالف لمواجهة والرد على إيران مع إسرائيل. بما معناه أنها تريد الحفاظ على بين قوسين أمن إسرائيل ووجودها ومكانتها،
ولكنها لا تريد أن تتورط بحروب إقليمية ستكون هي جزء من الخاسرين الكبار بها. وهذا أمر جديد، هذا على سبيل المثال لم نراه في أوكرانيا، لم نراه في أماكن أخرى في الصراعات الدولية. رأينا بداياته بما جرى في البحر الأحمر والتحالف الذي أقامته الولايات المتحدة لمواجهة الحوثيين، ولكنه لم ينجح كما أرادت الولايات المتحدة بهذا الشكل. أرادت أن يكون هناك 42 دولة لتقوم بهذا الأمر، وصف بنهاية الأمر 8 دول، وقام بالعمليات عمليا دولة ونصف من هذه الدول. ماذا أريد أن أقول من هذه الأمثلة؟ علينا أن نرى الأمور بمسارها ومساقها المتراكم والمتواصل. ليس كل ما كان قبل شهر هو موجود اليوم، هنالك تغيرات في المجتمع الدولي على الأقل على قاعدة الشعوب، هنالك تصدعات غير مسبوقة في المجتمعات خاصة الغربية والتي أيدت إسرائيل طوال كل السنوات وعشرات السنوات الماضية وقامت بالترويج لسرديتها الزائفة. السؤال الأحرى، كيف تستثمر هذه المواقف المختلفة نسبيا لنصرة القضية الفلسطينية؟ أشكر جزيل شكر على هذه المتابعة من النصيرة الدكتور سهيل دياب الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. ذكرت مصادر صحفية أن حزب الله اللبناني أطلق 15 صاروخا على الأقل من لبنان على شمال إسرائيل. على الجانب الآخر، قالت مصادر لبنانية إن 3 أشخاص من بينهم قائد من جماعة حزب الله قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في تصاعد للعنف، وذلك بعد أسبوع على الأقل من الهدوء النسبي في أعمال قتالية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. وينضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي، تحية لك. أهلا بك الخير. أهلا بك سيادة العميد. يعني كيف تنظرون إلى الأفق المستقبلي للأزمة التي تفجرت على مدار الأيام الماضية وزادت تفاقما بين إسرائيل وإيران، ويعني بالتأكيد لا يوجد فاصل بين هذا الملف وبين المواجهة أيضا بين إيران بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يعني بعد تطور قواعد الاشتباك، هل ترقى هذه الأمور إلى حرب شاملة من وجهة نظركم؟ في البداية يعني وبعد اندلاع مواجهات في عملية طوفان الأقصى، أثر عملية طوفان الأقصى، دخل حزب الله الحرب في اليوم الذي تلا انطلاق هذه العملية في 8 أكتوبر تحت عنوان جبهة مساندة، والتي هي كانت الترجمة الحقيقية لإرادة إيران أن تكون في المشهد حتى وإن كانت تنصبت المشهد. وجه الشبه هنا أنه تزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل كان هناك جبهة واحدة مشتركة هي جبهة الجنوب. وبالتالي يعني يمكن الاستنتاج بشكل واضح جدا أن إيران تريد دائما أن تكون الجبهة اللبنانية هي ما يعبر عن هذا الاشتباك، وبالتالي هذا ما يجعل الجبهة اللبنانية في رأس قائمة الاستهداف. كان في ثمة هدوء نسبي يعني شبه المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في الفترة الأخيرة، يعني كيف أسهم ما جرى أخيرا من تصاعد في المواجهة بين إسرائيل وإيران من أن يجعل الأوضاع ملبدة بالغيوم من جديد؟ وهل يصعد حزب الله في هذه المرحلة، وفي المقابل هل تشدد إسرائيل أو يعني يصاحب تجديد اللهجة الإسرائيلية تطورات تصعيدية على الأرض؟ أولا في الحقيقة حصل هدوء نسبي لمدة 2 أيام أو ربما 3 أيام بالتزامن مع وجود مسؤول حزب الله، مسؤول وحدة الأمن الله وفي خطفه،
إلى دولة الإمارات العربية. ربما كان هناك نوع من التواصل عبر دولة الإمارات، ربما التواصل إلى تهدئة أو ربما شيء آخر، لكن بعد ذلك لم ذلك أجابة استمرت على اشتعالها، حتى أنها كانت متزامنة اشتباكات عبرها مع مع الهجوم الإيراني. لذلك لا يمكن القول أنه كان هناك منفجر الهجوم الإيراني. أنا أعتقد أنه يعني جبهة لبنان هي الترجمة الحقيقية لوضعية إيران وما تريد تخالفها عليه البشر. لذلك هذه المواجهات مستمرة، لأن كان هناك يعني كذلك سقوط ثلاثة مقاتلين في الصراع بينهم. نعم. رواية إسرائيلية أحد المسؤولين في عمليات إطلاق الصواريخ. وأعتقد يعني إنه هذه الإجابة تبقى هي التعبير يعني الدائم عن هذا التوتر بين إيران وفلسطين. وإن كان يعني كثير يتبنون وجهة النظر يعني بأن لا إسرائيل ولا إيران ولا حزب الله يملكون رفاهية الخوض يعني في حرب في مثل هذه الظروف يعني، وأن يعني الأمور هي مجرد استعراض للقوة فقط، هي حرب كلامية ونفسية أكثر من كونها يعني حربا بمفهومها التقليدي. أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة الهاتفية من بيروت سيادة العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. دعا رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحل بالهدوء، وذلك بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدا أن التصعيد لا يصب في مصلحة أحد بحسب داونينج ستريت. وخلال اتصال هاتفي شدد سوناك على أن تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد وسيؤدي فقط إلى تفاقم انعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط. ونقل متحدث باسم داونينج ستريت عن سوناك قوله: إن إيران أخطأت في حساباتها بشكل خطير وزادت من عزلتها على الساحة الدولية، ومجموعة الدول السبع تنسق لرد دبلوماسي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم 193، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي قد ارتفعت إلى 33,843 شهيدا، إضافة إلى 76,575 من المصابين. 193 يوما لم يتوقف القصف ولم تتراجع الضربات، لم تثنيها هدن ولم يمنعها احتفال بالعيد. إنها دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل قصف المدنيين في غزة بلا رحمة. القصف طال كل مناطق القطاع تقريبا حتى بيوت الله. في مخيم جباليا قصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد الفاخورة وسط دمار هائل في المنازل المجاورة. وسط القطاع يتواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم 6 على التوالي، فيما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغرقة ومدينة الزهراء المجاورة. مدينة دير البلح لم تكن أحسن حالا من أخواتها، فمدفعية الاحتلال أطلقت عددا من القذائف عليها، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة. وفي بيت حانون شمالا اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من مدرستي إيواء ومغادرة البلدة وسط إطلاق قذائف مدفعية تجاههم. جنوب القطاع قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في خان يونس، خاصة المناطق الشرقية، وسط دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية. وهكذا تتواصل حرب الإبادة الجماعية وسط ضمير دولي ميت لم يعد حتى يسمع أو يرى صرخات الأطفال والنساء وعجز المرضى والشيوخ في قطاع أصبح يمثل أكبر مقبرة جماعية في العالم.
إلى المشهد المصري، أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على الاهتمام الكبير الذي يلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وتكليفات الرئاسية المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، حيث تم استعراض موقف عدد من المشروعات وفقا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثرة والمطلوب إنهاؤها والتعاطي مع المشكلات التي تواجهها. وقد لفت مدبولي خلال الاجتماع إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ تلك المشروعات والتي تم حل الكثير من المعوقات التي تعترضها. وينضم إلينا عبر الهاتف للمزيد من المتابعة الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. بعد التحية أستاذ كمال، يعني نظرة أكثر قربا يعني ومن خلال عناياتكم بهذا الملف لما تقوم به الدولة المصرية في هذا الإطار ومضي المشروعات التنموية في مصر قدما والتعاطي من قبل الجهات المعنية وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في التعامل تحديدا مع المشروعات المتعثرة. الحقيقه الملف الاقتصادي وخاصه تشجيع الاستثمار والتوسع في الصناعه وتوطين الصناعه ده ملف مهم على اجنده اعمال الحكومه، يتوازن معه اعاده تشغيل وتنفيذ المشروعات المتعثره. طبعا ده يعني ملف الحكومه بتعطي اولويه كبيره، وكما اشار رئيس الوزراء السيد الرئيس هذا الملف وبتابعه مع الحكومة فيما يتعلق بتشغيل متعثرة في عدد من القطاعات وسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة. النهاردة كان في استعراض لموقف عدد من المشروعات المتعثرة وفقا لتقرير وعد من جانب لجنة لمتابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثرة ولإنهاء هذه المشكلة وإعادة تشغيل المشروعات والتعامل مع اي مشكلات او تحديات تواجه استكمال تنفيذها. كان في اشاره الى ان تم حل الكثير من المعوقات اللي واجهت عدد من المشروعات في عدد من القطاعات وبالفعل دخلت الخدمه للاستفاده بما تم انفاقه من استثمارات في هذا الصدد، لان طبعا هذه المشروعات كان في استثمارات انفقت فيها والدوله مهتمه ان هي تستكمل هذه الاستثمارات لتدخل الخدمه ويتم الانتفاع بها بشكل كامل. كان في اشاره لعدد من المشروعات او المجالات اللي كان فيها مشروعات متعثره وتم انهاء تعثرها، وفي مشروعات اخرى جرى انهاء تعثرها في عدد من القطاعات، منها موقف مصانع انتاج الوجبه المدرسيه، منها كمان الموقف مشروع تحسين نوعيه المياه في مصر. اذا انهاء التعثر لهذه المشروعات على راس يعني الاولويات بالنسبه للدوله المصريه، ويعني اتوقف مع حضرتك في يعني فكره او ما الذي يمثله سرعه الانتهاء من هذه المشروعات واعادتها الى الخدمه بالنسبه للاقتصاد المصري والاصداء الايجابيه لذلك والرسائل الايجابيه التي يتم ايصالها لمن يتابعنا في الخارج وايضا للعائد بالنسبه للمواطن المصري في المقام الاول. بالتاكيد بالتاكيد طبعا، اولا هي طبعا هيكون يعني زي ما قلنا زي المشروعات تم اكتشاف استثمارات، فانهاء تعثر المشروعات يعني الاستفاده بشكل كامل من الاستثمارات التي تم وضعها في هذه المشروعات، بالاضافه طبعا لاعاده تشغيل هذه المشروعات بيحقق اهميه اقتصاديه سواء من الناحيه الخدميه للخدمات اللي تقدمها هذه المشروعات زي ما كنت بشير منها مثلا مصانع انتاج الوجبه المدرسيه بما تقدمه من خدمه في هذا المجال، وفي نفس الوقت طبعا المشروعات دي بتوفر فرص عمل ايضا وبتوفر خدمات بتقدمها للجمهور وفي المحافظات المختلفه اللي بتعمل فيها هذه المشروعات، وهي في نفس الوقت رساله ايجابيه للمستثمرين سواء المصريين او مختلف دول العالم ان مصر يعني لم يعد فيها تعثر في المشروعات اللي كانت تعثرت، وخاصه حتى ان كانت مشروعات بتنفذ من خلال جهات الدوله مفيش، وان الدوله بتستفيد بكل الاستثمارات اللي وضعت ولكل المشروعات عادت للعمل بتعمل طاقتها.
انت اكيد ده بيبدد كتير من المخاوف وبيحقق المناخ الجاذب والمواتي للاستثمار سواء داخليا او خارجيا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المتابعه الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الى 4.4% عام 2025 من 3% للعام الجاري، متوقعا في تقريره عن افاق النمو العالمي الصادر الثلاثاء ان يتراجع معدل التضخم الى 25.7%، وذلك في العام المرتقب 2025. هذا وتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 من إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بمشاركة وفود وممثلين من الدول المختلفة. انضم الي المزيد من المتابعه هاتفيا الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. تحيه لحضرتك، مساء الخير دكتور عمرو. شكرا يا فندم والاستاذ المشاهدين. تقييمات الوضع الاقتصادي الراهن ويعني ربما يعني انباء عن رؤى ايجابيه ومتفائله ازاء الاقتصاد المصري بحلول عام 2025، وكيف يلقي ذلك بظلاله مع تزامنه مع المضي قدما في مشروعات تنمويه عملاقه وقوميه والتعاظم ايضا لثقه الكيانات الاقتصاديه التي يعتد بها وعلى راسها بتاكيد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. من الاشياء المهمه جدا في هذا الخبر هو ان في ظل منطقه مشتعله بالحروب والتوترات الاقليميه السياسيه وتصاعد التوقعات التشاؤميه لاقتصاديات دول المنطقه ومحاوله مصر للتعافي من الازمات الاقتصاديه الدوليه الطاحنه سواء اللي ابتدت بالكوفيد ثم الحرب الروسيه الاوكرانيه ثم التضخم العالمي واخيرا العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزه، بنجد ان يحدث تحديث توقعات الصندوق ونظره تفاؤليه ايجابيه من مؤسسات التصنيف الائتماني الدوليه وتوقعات ونظره مستقبليه للاقتصاد المصري، ثم اليوم صندوق النقد الدولي بيرفع التوقعات بمقدار يقترب من حوالي 30% من التوقع السابق. بنتكلم على 3 وشويه، بقينا بنتكلم على 4 وشويه. ده بيعني ان ما حدث في جذب الاستثمارات الاجنبيه في مجموعه من الصفقات المتتاليه من مؤسسه الرئاسه المصريه ثم اعاده صياغه اولويات التنميه في مصر في الفتره الاخيره من مجموعه التوصيات الناجمه عن الحوار الوطني وقبلها الثمر الاقتصادي تصاعد الاحتياطيات النقد الاجنبي بعد اجراءات الخاصه بمرونه سعر الصرف، كل ده هو اللي وصل بنا لهذه النتيجه رغم هذه التحديات الاقتصاديه الكبيره جدا، وده اللي كمان بيحط علينا مهم جدا على الحكومه القادمه التي ستبدا فتره الرئاسه الجديده مع السيد الرئيس في التسريع والتعجيل الخاصة ببيت الدولة وإعادة النظر في المشروعات القومية وترتيب الأولويات بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية. النهارده بهذه الرسالة اللي بتتكلم على رفع معدلات التضخم مع الأخطاء الخاصة في بدء تراجع معدلات التضخم، أعتقد طبعا الصورة تعود كما كانت قبل أزمة كوفيد المصري في 2018 و19، واللي كنا متعودين دايما ان صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته وننتقل من 4% ل 5% ومن 5% ل 6.5%، فان شاء الله نعود ونستمع الى
ايضا في نهايه هذا العام الى تعديل في هذه التوقعات باذن الله لتكون اقتراح افضل وايضا مؤشرات التنميه الاقتصاديه المستدامه في الطبقات الاكثر احتياجا. واحد من أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على يعني هذا التقييم الاقتصادي السريع للمرحلة اللي بتمر بها مصر حاليا اقتصاديا والحراك الحادث واللي بتأكيد هتعظم الاستفادة منه وحنلمسه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جزيل الشكر، ونبقى معكم بتأكيد في من القاهرة وفقرات تتواصل معكم وأولى وقفتنا الحوارية بعد قليل، لكن أتحول الآن لمتابعة موجز أخبار الساعة بصحبة زميلة أمل نعمان. ليكي أمل.